السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظن المنافق أنه بمأمن وأنه لن يكشف، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وإذا نصح ذلك المنافق المفسد وقيل له اتق الله واحذر عقابه وكف عن الفساد في الأرض واترك ما أنت فيه من النفاق، أعرض عن النصيحة وتكبر وأنف وتمادى في غيه وضلاله وأخذته العزة بالإثم، فجمع بذلك بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين. والعزة نوعان، عزة بالحق وعزة بالإثم. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذه هي عزة بالحق، العزة المحمودة. أما أهل النفاق فعزتهم دائما بالإثم، لأنها دائما تقود صاحبها إلى جهنم وبئس المهاد. فحسبه جهنم دار للعاصين والمتكبرين، هي مآله ومسكنه ومصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحاله أشبه ما يكون بحال الطفل في المهاد أو الفراش، لا يستطيع ولا يقوى أن يغادره أبدا. رحم الله عمر بن عبد العزيز، كان يقول لصاحبه عمر بن مزاحم وكان ذو علم ومكانة: يا عمر، كن معي دائما، فإن رأيتني ضللت فهزني هزا شديدا، وخذ بتلابيبي، وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. وذات مرة اعترض يهودي موكب أمير المؤمنين هارون الرشيد وقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين وأعطني حقي. فنزل هارون الرشيد من على فرسه وسجد لله تعالى، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا لمقولة يهودي؟ فقال: إني أخشى من قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فسجدت خضوعا لله، أعطوا اليهود حقه. فإن سمعت يوما من يقول لك اتق الله فخير لك أن تقول: اللهم اجعلنا من المتقين. جزاكم الله خيرا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.